الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. عما بعد يا أحباب، مع حصة تفاعلية من الآية 31 إلى الآية 36 من سورة عبسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفاكهة وأبا، وفاكهة وأبا، وفاكهة وأبا. لاحظ التنوين دخل في الواو، إدغام. الإدغام هو إدخال حرفين في بعضهما مع بقاء الغنة، يعني صوت يخرج من الأنف. وفاكهة وأبا، وفاكهة وأبا، وفاكهة وأبا. رياض، وفاكهة وأبا، وفاكهة وأبا. خطأ. وفاكهة وأبا. كمان مرة. وفاكهة. خطأ. انت ليه كنت الاول صح؟ ها؟ وفاكهة. ها؟ وفاكهة. خطأ. وفاكهة وأبا. كمان مرة. وفاكهة وأبا. قول للنايمين. كمان مرة. وفاكهة وأبا. اصحى. وفاكهة وأبا. برضو. وفاكهة. وفاكهة وأبا. يلا خلص. كمان مرة. يا ابني لا تضم، افتحي. تو. وفاكهة تو. وفاكهة تو. وفاكهة وأبا. فاكهة وأبا. وفاكهة وفاكهة. كمان مرة. وفاكهة وأبا. خص عليك بعد ما كنت قايلها صح. تاني. وفاكهة وأبا. وفاكهة وأبا. تو. تو وأبا. وفاكهة تو وأبا. متاعا لكم ولأنعامكم. خلي بالك التنوين بيدخل في اللام مفتوح. متاعا لكم، شلت التنوين. لا تقول متاعا، لا، شيل التنوين ودخله في اللام، ادغام كامل. متاعا لكم ولأنعامكم. ايه خالد؟ اسمع. نايم على نفسك. ما في واو. متى لعبكم. نايم على نفسك. متاع لكم ولأنعامكم. كمان مرة. متاع لكم ولأنعامكم. متاع لكم ولأنعامكم. أحسنتم. متاع لكم ولأنعامكم. كمان مرة. متاع لكم ولأنعامكم. نايم على نفسك. خطأ. متاع لكم ولأنعامكم. كمان مرة. متاع لكم ولأنعامكم. أحسنت. متاع لكم ولأنعامكم. نايم على نفسك. متاع لكم ولأنعامكم. نايم على نفسك. ومتاع. برضو من النايمين. ومتاع. برضو نايم. متاع لكم ولأنعامكم. أحسنت. نايم على نفسك. قول يلا. متاع لكم. متاع لكم. متاع لكم ولأنعامكم. 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 اسمع سالم. برضو لسه بيخطأ. متاع
متاعا لكم ولأنعامكم. كمان مرة. متاعا لكم ولأنعامكم. يلا يا سالم. ولأنعامكم. يلا يا عبد المحسن. متاعا لكم ولأنعامكم. دخل التنون في اللام. متاعا لكم. متاعا لكم ولأنعامكم. يعني أنتم تأكلون وأنعامكم تأكل. الأنعام الأبقار والإبل والأغنام. تأكل إيه؟ فاكهة وأبا. قلنا الفاكهة فاكهة الإنسان والأبا فاكهة الحيوان. تمام؟ متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم. فإذا جاءت الصاخة. جاءت الصاخة. هنا مد متصل أربع أو خمس حركات، وهنا مد كلمي مثقل بسبب الشدة مديت، اسمه كلمي مثقل، ست حركات. فإذا جاءت الصاخة. جاءت الصاخة. فإذا جاءت الصاخة. مد الصا. صاخة. فإذا جاءت الصاخة. ما مديت. فإذا جاءت الصاخة. مد شوية. فإذا جاءت الصاخة. فإذا جاء. فإذا جاءت الصاخة. ما مديت يا سعود. كمان مرة. لا ابني مدي دي ودي. فإذا جاءت الصاخة. أحسنت. فإذا جاءت الصاخة. أحسنت يا سالم. عمار. فإذا جاءت الصاخة. عبد المحسن. فإذا جاءت الصاخة. أحسنت أحمد. مد. فإذا جاءت الصاخة. أحسنت. رياض. فإذا جاءت الصاخة. ممتاز. فإذا جاءت الصاخة. مد. فإذا جاءت الصاخة. أحسنت. فإذا جاءت الصاخة. مد مد. فإذا جاءت الصاخة. أحسنت. كلمة الصاخة يا عمار ما نوع المد بها؟ مد كلمة مثقلة. أحسنت. كم مقداره؟ كم حركة؟ كم حركة؟ خمسة أم ستة؟ ست حركات. خالد قول. فإذا جاءت الصاخة. لا ما هو جاءت موصولة. جاءت الصاخة. اسمع. فإذا جاءت الصاخة. أحسنت يا مراد. ممتاز. يوم يفر المرء من أخيه. يوم يفر المرء من أخيه. يعني الإنسان هيهرب من أخوه. كل واحد مشغول بنفسه يوم الحساب يا سالم. ماشي؟ يوم يفر المرء من أخيه. ما هو يوم يفر الأخ. يوم شوف عشان بتلعب ما أنت مركز. يوم يفر المرء من أخيه. يوم يفر المرء من أخيه.
وأمه وأبيه حتى يهرب من أمه وأبوه. كل واحد يهرب من الثاني. ليه؟ لأن الموقف صعب، فيه نار، كل واحد خايف يروح إيه؟ نار، مشغول بنفسه. أمه تقول تقول له أعطينا حسنة، يقول لها أنا محتاج الحسنات. تروح لأمك تقول لها أعطينا حسنة، تقول لك محتاج الحسنات. تروح لأبوك عاوز حسنة، كله محتاج الحسنات. كل واحد لازم يعمل حسابه من الوقت. أنت عاوز تزود حسناتك يا إبراهيم، تعمل إيه؟ أحفظ القرآن. ممتاز. وتعمل إيه كمان يا أحمد؟ هذا اسمع صلي. وصلي. وتعمل إيه يا عبد المحسن؟ اعبد الله. اعبد الله، ممتاز. يا عمار؟ وتطيع أمك وأبوك وتدعي وتسبح، ها؟ وأقرأ القرآن. كل هذا يزيد حسناتك، يخليك يوم القيامة ولا عصي الله، ممتاز، واستغفر. هذا كله يجعلك يوم القيامة لا وادعي وعد واعمل عمرة وحج، ممتاز ممتاز. وأقرأ القرآن، ما أخلي صلاة فوتك، ما أخلي صلاة، محافظ على الصلاة. هذا يوم القيامة يكون على طول على الفردوس الأعلى إن شاء الله، ونحافظ على الصلاة أهم شيء. ليه؟ ليه؟ بص، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. دول اللي أول ناس يدخلوا على النار اللي ما يصلوا. لذلك لابد من المحافظة على الصلاة وقراءة القرآن. يوم القيامة يا رب يقول لك اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. يلا يا عزيز، زي ما أنت بترتل لي كده الترتيل الحلو، أنت وسعود وعلي وكل الأبطال، تطلع آخر آية تقرأها هذه آخر منزلة لك في الجنة. لو حافظ القرآن كله تطلع أعلى درجة. نص نص يبقى في النص. حافظ 5 آيات يبقى في الدرجة 5. حافظ 100 آية يبقى في الدرجة 100. كل ما تحفظ كتير كل ما تطلع فوق، وكل درجة فيها حاجات حلوة عن التانية. اللي عاوز أكتر يحفظ قرآن ويحافظ على الصلاة ويطيع والديه. تمام يا أبطال؟ يلا نكمل. يوم يفر المرء من أخيه. طلع قرآنك يا مراد، طلع قرآن. وأمه وأبيه. وأمه وأبيه. وصاحبته وبنيه. وصاحبته يعني زوجته، وبنيه يعني أولاده. يعني الرجل يفر من زوجته وبناته وأمه وأبيه، وهكذا كله يهرب من بعضه، كله مشغول، كله خايف. خايف يروح فين؟ يروح النار، مشغول ما يعرف. لكن المؤمن يكون في ظل عرش الرحمن، يوم لا ظل إلا ظله، يوم الشمس تكون فوق كده، والعرق في ناس يجي لها عرقها لغاية فمه، وفي لغاية صدره عرق حر شديد. لكن في ناس واقفة في الظل يا مراد، تحت ظل عرش الرحمن في الطراوة، مكيف. هؤلاء المتحابون في الله، المؤمنون، الشهداء، الصادقين، الصالحين، المحافظين على الصلاة وعلى قراءة القرآن. نقرأ الآيات مرة تانية. يلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفاكهة وأبا. متاعا لكم ولأنعامكم. تعال يا مراد، تعال بسرعة هنا. يلا اقرأ لي الآيات. ها، وفاكهة. وفاكهة. افتح التاء. وفاكهة. وفاكهة وأبا. ها، متاعا لكم ولأنعامكم. ها، كمل. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه 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 وأبيه وصاحبته
وبنيه. وبنيه. أحسن أسكن ما أقولش أخيه، أخيه وبنيه. تعالي عبد المحسن اجلس يا مراد. ها؟ تفضل يا عبد المحسن. بسم الله. وفاكهة وأبا. عبد المحسن. وفاكهة دي تن. وفاكهة تن وأبا. قلنا تن ولا ندخل التنوين في الواو؟ داخل في الواو. وفاكهة تو. تو وأبا متاعا. دخل في اللام. لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وبنيه. بارك الله فيك. تعالى عمار. عمار سعد بسرعة. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر الصاخة الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. بارك الله فيك. سعود روح تفضل. مد مد مد. إذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أنا عاوزك تقرأ لي كلمة الصاخة دي بست حركات. الصاخة. كمان شوية. الصاخة. أحسنت يا زيد. تفضل يا زيد. ولأنعامكم. اكسر الميم. ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة. فخم الصاد. الصاخة. الصاخة. يلا يا سلطان. يوم يفر. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. وأمه وأبيه. أحسن. تعال يا علي. ماشي يا سالم تفضل. وفاكهة لا ما هي تن. وفاكهة دخل التنوين في الواو. وفاكهة تو. وفاكهة تو وأبا متاعا لكم. لا متاعا. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة. لا ما هو كده. فإذا جاءت. جاءت. جاءت الصاخة يوم يفر المرء يفي. من. يوم يفي. يوم يفل. يوم يفر. يفر المرء. يفر. يفر المرء. لا لا تقف عليه. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. صاحبته وبنيه. تفضل يا سالم. ما معقولة عشان واحد راح دورة المية كله يجري ورا بعضه. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. سطر الباب هي. هيجي لك حيل بس سطر الباب. مراد. يفروا يوم يفروا. يوم يفر الأمر. لا ركز بقى شوي. تعال هنا. فين هي الآية؟ طيب يوم يفروا ما هذه الكلمة؟ ها؟ المرء. المرء. اكسر الهاء. اكسر التاء. شاطر يا سالم. شكرا يا ابطال.